السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة، ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده، علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة، دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم، اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. الكزبرة من البهار الشائع جدا والمعروف عند جميع الناس، وذلك في أغلب الدول العربية. النهاردة هقدم لحضراتكم إزاي نقدر نعالج نفسنا عن طريق هذه العشبة المميزة جدا، في بعض المعلومات السريعة جدا. لكن قبل ما نقدم لحضراتكم المعلومات، حابين نقول إنه لا يعتد بها كمرجع طبي، وفي حالة القلق منها المرجو من حضراتكم استشارة الطبيب. الكزبرة نقدر نعالج بها المغص ونعالج بها الغازات، وده طريقته بسيطة جدا. هنستخدم في الطريقة دي الكزبرة المطحونة او مسحوق الكزبرة، وده عن طريق ان احنا ناخد معلقة من الكزبرة المطحونة، او ممكن ناخد بديل عنها بعض النقط الصغيرة من زيت الكزبرة، ونبدأ ان احنا ناخدها مباشرة عن طريق الفم. ده بيعمل على تنبيه غشاء المعدة وطرد الغازات، وبينشط وبيقوي المعدة والأمعاء، ودي طريقة هي مجربة وجيدة جدا. زي ما قلت لحضراتكم، نقدر ناكلها مباشرة معلقة صغيرة، أو ناخد يعني نص معلقة من زيت الكزبرة. ممكن كمان نستعمل الكزبرة لعلاج الآلام الموضعية أو الكسور، وده عن طريق إن احنا ناخد مقدار معلقة من المطحون الكزبرة، ونبدأ إن احنا نغليها في كوب من المية، وبعد كده نبدأ ناخد الماء المغلي دوت ونستعمله ككمادات على الأماكن المصابة بالكسور أو الآلام الموضعية. بالنسبة لعلاج القروح أو الحكة أو الجرب، ودي بتبقى أمراض جلدية، يمكن الاعتماد على زيت الكزبرة كدهان موضعي على الأماكن المصابة بالحكة أو الجرب أو القروح، وده زي ما قلنا لحضراتكم بيعمل على علاج المشاكل دي يا جماعة. أما بالنسبة لآلام العيون، فيمكن الاعتماد على الكزبرة المطحونة عن طريق إن احنا نغلي معلقة من مطحون الكزبرة في كوب من المياه، وبعد كده نبدأ ناخد الماء المغلي دوت ونستعمله عن طريق كمادات على العيون، وده هنعمله أكتر من مرة في اليوم وقبل النوم مباشرة. حابب أقول لحضراتكم سريعا إن الكزبرة مفيدة في علاج حالات الربو والسعال، وكمان بتعمل على تقوية المعدة، وبتمنع حالات القيء، وهي طاردة للرياح أو الغازات، ومنبهة لغشاء المعدة، وبتستخدم في أحيان كتيرة لعلاج مرض البول الدموي، وكمان من الأعشاب اللي بتمنع حدوث السمنة وتعمل على تقوية القلب. دي بعض المعلومات السريعة عنها، نتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بيها. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.